مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احلى تحية لكل الناس الحلوة اللي معانا في الحلقة دي. الحلقة دي احنا بنسميها حلقة تيست. ايه هو التيست يا جماعة اللي احنا بنعمله ده؟ احنا كل يوم في الميعاد ده كده قبل ما بنروح بنعمل حاجة اسمها تيست على المكان. الكلب ودنه مظبطت اهي. تيست على المكان يا جماعة، بناخد طبق اكل ونلف بيه على كلابنا، نشوف الكلب اللي بيقوم والكلب اللي مش عايز يقوم والكلب اللي كلام زي كده. هنفيدك يعني افهمني، افهموني، وانا عارف ان في ناس كتير بتحب تخش تتفرج على الحلقات بتاعتنا عشان تفهم احنا بنقول ايه. تيست كل يوم قبل ما نروح من المزرعه او بالليل، مش شرط، سواء حنبات او حنروح او حنبقى هنا او هنا او هنا، تمام؟ بنخش على الكلاب بتاعتي، بنجيب طبق فيه شويه اكل صغيرين مش كتير يعني، تمام، ونمشي في وسط الكلاب ونوزع عليهم حتة حتة ونبص على الكلاب كلها. لو في كلب في وسط الكلاب دي ما بيتحركش وما بيقومش وما قامش معايا على الأكل، نعرف إن الكلب ده عنده مشكلة صحية، يعني في أي حاجة، في تعبان، عنده حاجة ملتهبة، عنده أي حاجة. البوكس ده مقفول ليه؟ تراك. نعرف إن كلب عنده مشكلة. في الحالة دي ناخد الكلب وبنخرجه بره وبنشوف ايه اللازم اللي نعمله معاه ونشوف ايه العلاجات المطلوبة للكلب ونبدأ اننا نديها له. تمام يوسف، رشيل جنتيانا على ودن الكلب ده، عايز الجنتيانا البخاخ، يلا عشان تصحى. طبعا الكلب ده جماعة ابن ميلو، كلب مشكلة احنا مسمينه خطر. الكلب ده مشكلة جدا وشرس جدا وبيرازي في الكلاب كلها، وكل ما يلاقي كلب يتعارك معاه وعايز يضربه. اخر مرة كلب عوره في ودنه، بس الحمد لله لحقت الود وثبتها باللزق الطبي ولحمت في بعضها وبقت تمام. كان في كلب مخربشه او معوره في ودنه، هو شقي جدا وبيرازي في الكلاب، كان في كلب معوره في ودنه والتعويرة نشفت، فوجئت بعدها باسبوع ولا باسبوعين ان ودنه فيها قطع صغير. جيت جاي مخربش الجرح تاني بضوافري كده، تمام، خليته جاب دم وجيت لحم في بعضه وجيت مديله لزق طبي وسايبه لمدة 5 ايام. اللزق اتحل لوحده، اتخلع لوحده، والودن الحمد لله لحمت بشكلها الطبيعي زي ما احنا شايفين. يلا بينا بقى نعمل تيست كده. هات الاول الجنتينا رشه على ودنه. طيب ويلا بينا نعمل. هات لي طبق اكل كده يا باشا. يا عم سيبهم، يا عم سيبهم، انت عامل لي فعلا الغفير متولي. سيبهم يا عم، سيبهم يلعبوا وياخدوا حريتهم كده ويتدلعوا زي ما انتم شايفين يا جماعه. اهم حاجه النظافه. بص روز نايمه ازاي، روز نايمه ولا كانها. بص ايه الروقان ده، ايه الروقان ده يا بت، بت يا روز. افتح ال سيبها يا عم، سيبها. قامت اول ما شافت الاكل. اي كلب بيبقى نايم كده انا بنروح نبص عليه على طول. ليه ما رشيلي بقى على ودنه ايه؟ شويه كده. بخر كده وبخر كده. من جوه من هنا، بس ما تنزلش جنتينا في ودنه، ومن بره. يلا. وانا جاي لك اهو. تعالوا نبدا بالكلاب الجريفون. الكلب اللي جوه كلي؟ لا. واقف ازاي؟ بسكي واقف. بسكي اللي كان جاي اول مكسوف وزعلان، خد يا بسكي. شايفين؟ بصوا. شايفين؟ اهو خد رجلي اهو، طالع يجري وبيقول لاي حد اللي هيقرب هنفرمه. شايفين بيتا؟ شايفين بيتا؟ اهي هناك اهي. بيتا خدي. هنحذف لها حته، خدتها اهي. اهي شوفوا، شفتوها؟ شفنا بيتا وشفنا بسكي. بسكي بياكل هناك اهو في الجنب اهو. خد رجل اول واحد وجرايح بيها كده بعيد، خدي يا بيتا. طبعا الكلاب دي واكله يا جماعه، احنا موكلينهم على مدار اليوم، بس احنا بنعمل التيست ده عشان نطمن، على نعرف ازاي بقى ان عندي كلب تعبان. لو انا بنعمل كده ونلاقي كلب قاعد على جنبي مش شاغل باله بيا، يعني مش راضي يبص لي. خدي، تعالوا بقى، انت مشكله، انت خد يا ولع صايع زي ابوك يالا. خد، شايفين كله يا جماعه تمام ازاي؟ نطمن على روز. خد حالة الكلب الصحية. ايه الحاجة الوحيدة اللي تثبتها؟ الأكل. الكلب لو ما بياكلش أعرف إن في حاجة غلط. خد بيرلو، أدي بيرلو كمان أهو، بياكل طبيعي جدا. خد يلا، خد ميلو، شوف ميلو، خد ميلو. ميلو تعرف تلو؟
يلا يا ولد مستوره اهي اهي. ايه الاسد ده؟ الناس هتقول انت مركز مع ميمو. يلا هنا خد خد خايف خد خايف خد شوفوا بقى ليلي، تعالوا شوفوا ليلي. ايه ليلي؟ احنا بنحبس ليلي يا جماعه وبنحبس رامبو بالليل لان دي كلاب اسمها كلاب اقامه. كلاب الاقامه دي احنا ما بنعملش معاها سيبها مع كلابنا. تمام؟ ما بنعملش ان احنا نسيب كلاب الاقامه دي مع كلابنا. شايفين ليلي ورامبو؟ ليلي مسيطره على الموقف. يلا يا رجاله تعالوا كده. خد يا ميمو. يلا. احلى رجاله. بس يا بت انت الكلب الهاسكي ده مطمن عليه برضه اهو. انتوا عارفين في الحاله اللي احنا بنعملها دي لو في اي كلب عنده مشكله صحيه هتعرفه. ليه؟ ما خرجش ما خرجش، مش مهتم بالاكل، يبقى تعبان، بيعاني، عنده حاجه. ففي الحاله دي يا جماعه بنعرف الكلاب اللي عندي ايه مشاكلها بالطريقه دي. انا مش بنلف كده ندلع الكلاب ولا ان انا ناكل بس وكلام من ده. في الحاله دي بقى وانا بناكل كده عيني عيني على الكلاب، بتلف مع الكلاب كده. في كلب مثلا ما طلعش، لا حاسب خرج لي الكلب ده يا ابني بره عشان نشوف ايه علاجه ونشوف ايه مشكلته ونشوف ايه اللي عنده. ويفضل قدامي بره يومين او ثلاثه تحت العلاج. بس يالا يا بكار يا لئيم شفتك. زي ما شفنا كده يا جماعه دلوقتي الكلاب كلها الحمد لله حالتها الصحيه 100%. في طبعا مجموعه كلاب احنا حاطينهم في البيت هناك. تمام؟ يعني في كلاب هنا وفي كلاب عندنا هنا، في كلاب حطيناها هنا وفي كلاب حطيناها دلوقتي وديناها البيت هناك لان بيحتاجوا رعايه اكتر من كده كمان. يعني في كلاب احنا بنحطها في المزرعه وفي كلاب في المكان القديم، فاكرينه الناس اللي متابعه السطوح من زمان. فطبعا في كلاب بتحتاج ان احنا نصورها، في كلاب مش عايزين نصورها تاني. تمام؟ فده اللي احنا ماشيين عليه في المزرعه هنا. في الفتره الاخيره دي قلت نخف من الكلاب بتاعتي شويه لان كان العدد كتير في العنبر بصراحه، وكان يعني ضغط العين عليه كتير، فخفينا الحمد لله من العدد واستعملنا المكان اللي هناك بطريقه ارقى بقى. وبعد شويه تعديلات كده انا ما حبيتش ان انا نصور هناك علشان طبعا محتاج نظام ارقى عن هنا كمان. فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل حاجة جميلة جدا في المكان اللي هناك، وحطينا كلاب معينة وكلاب مستهدفة في شغلها. تمام؟ يا رب تكون الحلقة دي عجبتكم وعرفتوا احنا بنعمل التيست ليه، ايه هو تيست على الكلاب او ايه هو تيست على الحيوانات بتاعتي اللي انا مربيها، ان انا نلف في ميعاد معين في اليوم، ولازم التيست ده بيكون كل يوم يا جماعة، كل يوم، لان مفيش يعني الكلب معرض ان ممكن دلوقتي الكلاب صحتها كويسة ممكن بعد شويه كلب يجي له دور سخونيه، دور برد، مغص، اسهال، امساك، هيبان معايا بقى. اي حاجه بتيجي للكلب بتاعك سخونيه، برد، اسهال، امساك، اي حاجه مش عمره ما هيقوم معاك ويدور على الاكل بالطريقه اللي احنا شفنا بيها الكلاب دي. مليون مسا عليكم، تحياتي ليكم، يا رب تكونوا استفدتم وعرفتوا يعني ايه تيست. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.